الأميرة والضفدع، حكاية من التراث الألماني. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك ملك يعيش مع ابنته الأميرة الجميلة. كانت الأميرة رقيقة مرحة يحبها الجميع، وكانت جميع صفاتها طيبة فيما عدا عيبا واحدا. نغمة خاطئة أيتها الأميرة، ارفعي صوت النغمة. هكذا؟ لا، أهدئ من ذلك، أهدئ. هكذا؟ كلا كلا، لا لا لا، أهدئ من ذلك، أهدئ. أوه لا لا، لا أستطيع التحمل. كانت الأميرة عصبية المزاج، وكان هذا هو عيبها الوحيد. كم يزعجني غضبك، أنت تثورين وتحطمين كل شيء أمامك. منذ أيام قذفت بالكرة إلى بركة الماء لأنك لم تحسني اللعب بها. أنا آسفة، ولكن كلما قررت العدول عن ذلك وجدتني أغضب، لا أدري لماذا يا أبي. وما هو السبب يا ترى؟ حقا ما السبب؟ يا لجمالها، إنها الفتاة التي طالما كنت أبحث عنها. وذات يوم أثناء لعب الأميرة بالكرة الذهبية التي أهداها لها أبوها الملك، الكرة، يا إلهي، ماذا أفعل؟ إنها كرة فريدة. غضبت الأميرة، لكنها لم تجد شيئا لتقذفه هذه المرة، فأخذت تبكي. هل تريدين أن أحضر لك الكرة؟ سوف أحضر لك الكرة حالا. ماذا؟ هل ستحضرها؟ غير معقول. نعم سأحضرها، ولكن بشرط أن تعديني بشيء. حسنا، سأعدك بكل ما تريد، نقود، مجوهرات، أي شيء، ما رأيك؟ أنا لا أريد هذه الأشياء، كل ما أريده هو أن نصبح أصدقاء، توافقين؟ هذا أمر سهل للغاية، هيا أحضرها. وهل تسمحين لي بأن أجلس معك على مائدة الطعام وآكل؟ نعم، هيا أسرع بإحضارها. وهل تسمحين لي بالنوم في فراشك؟ إنك تبعث على الملل، هيا أسرع أرجوك، هيا. هذا أمر سهل. أحست الأميرة بيأس شديد، وكانت تريد الحصول على الكرة بأي شكل، فلم تهتم بالوعد الذي قطعته على نفسها، ومن ذا يهتم بمثل هذا الوعد؟ فكيف للضفدع الذي يحيا بالماء أن يخرج ليعيش مع الناس؟ يا يا لسعادتي، شكرا أيها الضفدع. أيها الأميرة، انتظري، هل نسيت وعدنا؟ لقد ذهبت، ولكن لا بأس. في تلك الليلة وأثناء تناول طعام العشاء، بدأ الضفدع يغني. أميرتي، حان وقت العشاء، هيا افتح الباب يا أميرتي الجميلة. لا 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 لا. أبي، ماذا أفعل؟ إنه الضفدع الذي أحضر لي الكرة صباح اليوم. دعيه يدخل، لكنه قبيح جدا. وماذا عن وعدك له؟ أنا لم أقصد ذلك يا أبي، وما كنت أتخيل أن يأتي الضفدع ليشاركني الطعام أبدا. يا ابنتي العزيزة، أراك قد صرت تخلفين وعدك، ألم يكفك أنك سريعة الغضب؟ أليس هذا هو الضفدع الذي عاونك في شدتك؟ يجب أن تحافظي على وعدك له. حاضر، أمرك.
كانت تعلم جيدا أن خرق العهد جرم لا يغتفر، فشعرت أنه من الخير أن تأذن للضفدع بالدخول. مساء الخير. أسعدت مساء سيدي، شكرا على دعوتكم لي هذا المساء. شكرا. أوه، لقد بدأتم قبل أن أحضر. هل هذا المقعد لي؟ شكرا. أوبا. لا، هذا مقعدي. لا تكوني متحفظة هكذا، اجلسي. ولكن يا أبي. اجلسي يا ابنتي. حسنا، فلنبدأ بالطعام. أنا لا أستطيع أن أكل هكذا. أوبا. هذا جيد، ممتاز. لماذا لا تأكلين أيتها الأميرة؟ ألست جائعة؟ كلا، لا أريد. فهم، تريدين أن أطعمك أنا، ليس كذلك؟ ها؟ حسنا. هيا هيا هيا، افتحي فمك. هيا افتحي فمك. هيا. ما هذا؟ لا أريد. أسفة. ما أطيب الطعام مع الأميرة، فلقمة صغيرة ولقمة كبيرة. حاولت الأميرة أن تتحمل الضفدع في صبر، ولولا وجود والدها لكانت قد أخلفت في وعدها ورمت الضفدع خارج المنزل. ما رأيك أن نذهب للنوم الآن أيتها الأميرة؟ ها؟ ما رأيك؟ النوم؟ وهل ستنام في غرفتي حقا؟ بالطبع، عليك أن تحافظي على وعدك لي، أليس كذلك؟ نعم، هذا صحيح. أرأيتي؟ هيا بنا يا عزيزتي. عليك باصطحاب الضفدع إلى الفراش يا ابنتي. سأفعل. اضطرت الأميرة على مرافقة الضفدع لينام في فراشها. يا له من ضفدع كريه. ما هذا؟ لماذا رميتني بالوسادة؟ أرجوك أن تتحمل. هيا، إن كنت ستخلفين الوعد سأخبر والدك حالا. هيا هيا، تعالي هنا، تعالي تعالي لننام. لم تستطع الأميرة أن تتمالك نفسها أكثر من ذلك، فثار غضبها كالمعتاد. أيها الدافن. شكرا لك أيتها الأميرة، لقد قضيت على تأثير الشريرة وعدت أميرا مرة أخرى. ماذا؟ أنت الضفدع؟ نعم، لقد حولتني الشريرة إلى ضفدع، وكان مقدرا لي أن أظل هكذا إلى الأبد، إلا إذا قامت فتاة جميلة بقذفي إلى الحائط، وقد كنت أنت هذه الفتاة. أنا آسف لما بدر مني، لقد كنت شديد الوقاحة، ولكني كنت أريد إثارة غضبك. شكرا لك، شكرا، لقد أرسلك الله لي وقد أنقذت حياتي. شكرا لك يا عزيزتي. هيا بنا، فلنذهب إلى أبيك كي ألتمس منه العذر لتصرفاتي الوقحة وأسأله الزواج منك. في اليوم التالي تزوج الأمير من الأميرة واتجها إلى بلاده. من العجيب حقا أنه منذ زواج الأميرة لم تعد تغضب ثانية،
وكأن الله قد خلق فيها صفة الغضب كي تقضي بها على عمل الشريرة. أرجو أن تكون هذه الحكاية قد نالت رضاكم.